مهما تكررت وتنوعت وتعددت هذه الافتراءات على مولانا الشيخ وجمعيته لا تصدقوها. وأنتم أهل بلده، وأنتم أهله وأحبابه. هذا الرجل الذي جاء إلى بلادنا من نحو يعني نصف قرن، من نحو نصف قرن، هذا الرجل الذي له الفضل في منع مسبة الله في لبنان. لبنان بعضكم لا يعرفه وبعضكم يعرف، مسبة الله كانت منتشرة في الشوارع، في الطرقات، بين الكبار والصغار، إلا من حفظه الله. كان بعض الناس إذا بدأ ولده بالكلام قال له بابا سبل ربه. هذا الرجل الصالح منع مسبة الله في لبنان. هذا الرجل السابق الصابر كذب عليه، افتري عليه، حورب بشتى الوسائل، حوربت جماعته، أتباعه، جمعيته. تعرفون لماذا؟ لأن بعض الذين حاربوه يريدون منه أن يغير معتقده ومنهجه الذي هو منهاج أهل السنة، وقد عرض عليه ذلك. قيل له ولأتباعه: اتركوا التحذير من المشبهة والمجسمة ومن فلان وفلان، وخذوا ما أردتم من المال. تعرفون ماذا قال الشيخ؟ قال: نحن لو قعدنا في بيوتنا نصلي سنموت، فكيف نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الشيخ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا. أين التوكل على الله؟ أين الصدق مع الله؟ أين الثبات في الدفاع عن دين الله؟ أين الثبات على معتقد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمن الإسلام أن يغير الإنسان كل يوم معتقده؟ لا، هذا ليس من الإسلام. نحن على عقيدة النبي محمد